السلام عليكم، انا شكري وهعمل معاكم النهارده الانجليش كيك. شايفين منظره؟ هنعمله النهارده الاصل بتاعه، الانجليش كيك الاصل بتاعه بدون اي اختراعات وبدون اي اضافات اللي الناس بتعملها فيه ديت. انا هعمله الاصل بتاعه وانت ضيف الاضافات اللي انت عايزاها بعد كده، بس ده الانجليش كيك اللي هو الكلاسيك بتاعه. وعلى بركه الله نبتدي الشغل. عندي ربع كيلو دقيق، وعندي 315 دقيق، عندي ربع كيلو سكر بودرة، وربع باكو بيكنج باودر، وفاكهة مسكرة، زبيب، مشمش، أي نوع فواكه مسكرة، وخمس بيضات وفانيليا. موضوع بسيط جدا وسهل جدا، بس عايز اهتمام بالنوع. حطينا السكر على الزبدة، الزبدة بدرجة حرارة الجو، وهنضربها بالمضرب الكهرباء اهوت. ودي خطوة مهمة جدا، دي اصل الموضوع. ده بقول لحضرتك ده الانجليش كيك اللي هو المظبوط. اي اضافات بعد كده هنتكلم فيها واحنا بنشتغل ان شاء الله، هعرفك الاضافات اللي انت عايز تضيفها. بنضرب الزبدة بالسكر، والمرحلة دي زي ما قلت مهمة، لازم تبقى الزبدة توصل لدرجة اللي هي بتاعة البوتفور، زبدة هشة جدا وخفيفة جدا وبيضة جدا. ومن وقت للتاني بنقلب الزبدة من فوق لتحت وبنلم الجناب بتاعة البولة اللي احنا بنشتغل فيها. الخطوة دي مهمة برضو، لأن السكر بيتواجد فوق، المضرب بيضرب بس اللي في وسط البولة، فالسكر ما بيدوبش في الزبدة، ده اللي بينشف الكيك معاك. الزبدة بقت زي القشطة اهيت. هبدأ أضيف لها البيض بتاعها واحدة واحدة، والمضرب شغال، ومش هحط البيض تاني غير اما البيضة دي تختفي في الزبدة خالص، والم برضو الجناب بتاعت البولة دي. من الحاجات اللي هي اللي بتنجح الانجليش كيك معاكي. الانجليش كيك بنشوفه باشكال كتيرة، محطوط له مكسرات، ومحطوط له شوكولاتة، ومعمول بالكاكاو، ومعمول رخامي بني في ابيض. كل ده كويس، ما بقولش عليه حاجة، بس انا النهاردة بعمل الانجليش كيك اللي هو الكلاسيك بتاعه او الاصل بتاعه. برضو بنحط البيض وبنضرب زي ما احنا شغالين عادي خالص، ما بحطش تاني غير ما يختفي البيضة دي تختلط بالزبدة. الزبدة مضروبة كويس، لو مش مضروبة كويس تيجي تحط البيض هيقطع معاكي في الزبدة. البيض لازم يكون بدرجة حرارة الجو، مش خارج من التلاجة على طول، عشان بيض ساقع هينزل على زبدة هشة طبيعي خالص ان هي تقطع، فخدي بالك من الموضوع ده. بندي البيض برضو شوية شوية وبنضرب. الانجليش كيك كان مطلوب مننا، بس كنا في وقت بتاع العيد، كحك وبسكوت وحاجات زي كده، فاتأخرت في عمايله. بس في ناس ما بتاكلش الكحك والبسكوت في العيد صحيا يعني، فعملت الكيك ده على اساس ان هما ممكن يعملوه يفطروا بيه في العيد ان شاء الله. وكل سنة وكلكم طيبين يا رب وبألف خير. بنستمر في الضرب لحد ما البيض بتاعنا بيخلص خالص. الخمس بيضات بتاعتنا، خمس بيضات كبار، عايز خمس بيضات كبار، لو صغيرين هنحط ستة. بقلب على طول البولة من فوق لتحت ومن تحت لفوق، وهحط سنة الفانيليا بتاعتي، ودي مهمة برضو في الكيك، سنة الفانيليا بتاعتي، وبضرب الفانيليا تختلط بالخليط كله بتاعنا. نوع من الانواع الجميلة قوي اللي هي القديمة جدا وما بيخلص، بنحبه على طول. هنحط ربع كيس البيكنج باودر على 315 دقيق، وعليهم الفاكهة المسكرة. والخطوة دي برضو مهمة، ليه بقى؟ انا بعمل الكيكة يا شيف، الزبيب بينزل في ارضية الكيكة، بينزل في ارضية الكيكة لانه مش متعفر بالدقيق. تحط الزبيب او المكسرات او الفاكهه المسكره بتاعتك في الدقيق بالشكل ده، عمرها ما تنزل في الكيكه، ترسى في ارضيه الكيكه، تفضل متوزعه في الكيكه كلها. الخطوه دي مهمه، خدوا بالكم من الموضوع ده. هحط بعد كده، شوفوا نازل ازاي، نازل زي الفل اهو، نازل زي المرعم، لا مقطع ولا مخرز ولا الجو ده خالص. ليه؟ عشان مضروب كويس والبيض في حراره الجو وما واخد راحته في الضرب، ف هيطلع كويس ان شاء الله. وبقلب الخليط بتاعي كده،
اهوت، انا ضارب الزبده جامد بالماء في المكنه، فما فيش داعي بقى ان انا يعني اطلع قوتي على الزبده، اضيع الهواء اللي هي واخداه والفوليوم اللي هي واخداه في الضرب الجامد بقى. انا بس بقلب، بخلط الخليط في بعضه وبنعمه اهو، وكده مش ضرب جامد عشان ما لاقيش في تعليقات بيقول لي انت بتضرب جامد، لا انا بقلب وعارف انا بقلب ازاي اهو، الارضيه والجناب ومن فوق لتحت ومن تحت لفوق، وبتتاكدي ان كله اختلط ببعضه اهو اهو اهو، تمام كده بقى زي الفل اهوت. كده هو جاهز للايه، للشغل. الفورمه بتاعتي لو الكيك ده هتعينيه لازم تحط الورقه دي، لو هتحطيه في الفريزر يعني لازم الورقه دي، الورقه دي بتحافظ على قالب الكيك ويفضل زي الفل معاكي. بتطلعيه لو في ميكروويف بتحطيه في الميكروويف بيسخن، بيرجع كأنه لسه خارج من الفرن الوقت. بوزع الزبده، بوزع الكيك على الفورمه، انا بملى تلتين الفورمه لانه هو لسه بيعلى، فانا بملى التلتين بس. عايزه بقى انت تعمليه ابيض في بني والجو ده ماشي، هتخلي شويه عجين، هتديهم معلقتين كاكاو وتحطيهم عليهم. عايزه تحطي مكسرات حطي، عايزه تحطي شوكولاته شيبسي حطي، اللي انت عايزاه حطي، بس انا النهارده بقول لك بعمل الكلاسيك بتاع الانجليش كيك، مانيش هفتكس فيه يعني، هو ده اصوله اللي اتعلمناها. بوزع العجينة بتاعتي على قوالب الكيك اللي عندي، والقوالب دي صغيرة مش كبيرة، اللي هي التفال ديت عشان برضو انت بتشتغلي تبقى عارفة القالب بتاعك قد ايه، او خبطتين في على الترابيزة اللي انت بتشتغل عليها عشان يتساوى كله في بعضه. كده الموضوع خلاص خلص. لسه خطوة بقى مهمة اللي هي ايه، هنفتح قالب الكيك. عندي شوية مية، احط ايدي فيهم، سيف ايدي فيهم وهعلم في القالب الكيك كده اهو اهو، بملي ايدي وبعلم في قالب الكيك كده. ليه ده؟ لان ده الشكل المميز للانجليش كيك، اللي هو يبقى عامل كيرف من النص، ده من الشكل المميز بتاعه. وعلى كده هيخش الفرن 170 درجة، هيقعد بالظبط من 40 ل 45 دقيقة ويطلع، ونشوف شكله ايه اللي هيحصل بعد كده. طلع من الفرن اهوت، هسيبه يبرد خالص وبعدين اوريه لكم اهو. طالع زي الفل اهو، ما شاء الله، برد طري وهش، وطعمه طبعا هيبقى جميل جدا اهوت. الورقه بتحافظ عليه في حاله ان انت لو مش هتستعمليه على طول، لو انت هتخزنيه اهوت اهو. فك الورقه بتاعته ونقطع ترانش ونوريه لكم ونشوف شكله ايه بالظبط. هشتري الرفيع، الخط الرفيع اللي بيبقى اللي هو واخد لون الفرن ده، وهقطعه ترانشات ونشوف شكله. ادي شكله ما شاء الله زي الفل. خدي بالك الفاكهه متوزعه في حته الكيك كلها اهي، لا نازله لتحت ولا طالعه لفوق ولا رايحه في الجنب. ليه؟ لان لفينا الفاكهه المسكره في الدقيق قبل ما نحط عليها الزبده اهو، طري وصفت وجميل. وحطي فاكهه مسكره زي ما انت عايزه، ملهاش كميه دي يعني، حط زبيب، حط كريز، حط عندك مشمش قطعي شويه، عندك قراصي قطعي شويه، فاكهه مسكره من اللي موجوده في السوق حط منها اهو. شكله زي ما انت شايفه، انا حاطط قراصي ومشمش وزبيب وكريز اهو، طري وجميل وشكله غير ريحته، مش هقول لك على ريحته شكلها ايه. ان شاء الله تجربوها هيعجبكم قوي، ده من الاصناف الجميله الغاليه، مش رخيص لانه بيتكلف اهوت. عايزه بقى تحطي بدل الفواكه دي مكسرات، حطي مكسرات. عايزه تحطي شوكولاته، حطي شوكولاته. الاضافات حطي زي ما انت عايزه، شكلي فيه زي ما انت عايزه، بس انا زي ما قلت النهارده بعمل الاستاندر بتاع الانجليش كيك اهو، شايفين الشكل.
إذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك وشير واشتركوا في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.